يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن البدعة شر من المعاصي مطلقا أم بالجملة؟ نعم، البدعة شر من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاصي ويرجى منه التوبة، لكن المبتدع يرى أنه مصيب ولا يقبل ولا يتوب، قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق، ولأن العاصي لم يحدث شيئا في دين الله، والمبتدع أحدث زيادة في دين الله وشرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. البدعة شر من المعصية من عدة وجوه. نعم.